في هذه اللحظات انطلق الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين. انطلق بحفظ الله هذا الشوط الأول الرئيسي اللي في أول مراكز في هذه اللحظات الشاهين للسيد محمد الحسن عبد الله الشكري في أول مراكز في هذه اللحظات. أما في ثاني مراكز هذه عروس الرمال للسيد أحمد صديق أحمد أبو جوطة. هذا هو رعشين القائلة في هذه اللحظات واصلكم بكل قوة. أما اللي في ثاني اللي في ثالث المراكز انتزعت المركز الأول. هذه ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية، ما شاء الله عليك وما شاء الله على هذا الأداء يا السيد عبد الباقي عفوية في أول المراكز في هذه اللحظات. أما في ثاني المراكز العفريت للسيد صديق الشريف اللحوي ها في هذه اللحظات في ثاني المراكز. أما في ثالث المراكز الشاهينية للسيد محمد الحسن عبد الله الشكري في ثالث المراكز. رابع المراكز عروس الرمال للسيد أحمد صديق أحمد أبو جوطة مالك هجن القائلة في هذه اللحظات في رابع المراكز. خامس المراكز في هذه اللحظات الشاهينية كذلك للسيد محمد الحسن عبد الله الشكري في خامس المراكز. ولكن خلونا مع ما شاء الله عليك ودعود ملكية ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية في أول المراكز وانتزع المركز الأول ومسيطرة سيطرة تامة على هذا الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين في هذه اللحظات. هذه ما شاء الله عليك وما شاء الله عليها وعلى هذا الأداء. هذه ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية في أول المراكز. أما في ثاني المراكز اللي واصلة في هذه اللحظات العفريت ودعود ملكية العفريت للسيد الصديق الشريف اللحوي في ثاني المراكز في هذه اللحظات. أما في ثالث المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذه بديعة ودعود ملكية بديعة للسيد محمد بن حامد الركابي في ثالث المراكز في هذه اللحظات. أما خامس المراكز هذه عروس الرمال ودعود ملكية عروس الرمال السيد الصديق أحمد صديق أحمد أبو جوطة في هذه اللحظات في رابع المراكز. خامس المراكز الشاهيني للسيد محمد الحسن عبد الله الشكري. ولكن راحت بالناموس ما شاء الله عليك ويدعو المكيد ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية راح بالناموس بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين. راح بالناموس. هذه ما شاء الله عليك كيلومتر أخير و900 متر أخيرة على هذا الأداء المستحق وعلى هذا التقدم الممتاز ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية. أعطونا طريق يا شباب لو تكرمت الطريق في هذه اللحظات. هذه ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية منتزع المركز الأول ومسيطرة سيطرة تامة على هذا الشوط الإخوة السودانيين. أما جماعة واصلينك أول الواصلين السيد صديق الشريف اللحي واصل في ثاني المراكز ثالث المراكز بعيد عنا كل البعد. ولكن خلونا ما شاء الله عليك للسيد هذه بديعة في ثالث المراكز بديعة للسيد محمد بن حامد الركابي في ثالث المراكز. ولكن ما شاء الله عليك ودعود مكيد ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية في أول المراكز ومسيطر سيطرة تامة وانتزع المركز الأول بدون أوامر حتى هذه اللحظات ما عليها أي أوامر ومسيطرة على هذا الشوط وعلى المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين. هذه ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية بدون أي أوامر إلا كان أوامر طفيفة من الجهاز ما أدري عنها. ولكن العصا الحين اشتغلت الشغل. هذه العصا عند 200 متر جات أوامر طفيفة وطفيفة جدا. هذه ما شاء الله عليك لمعاودة الأداها ومعاودة لياقة الرقص. هذه ما شاء الله عليك بدعود ملكية ما شاء الله عليك للسيد عبد الباقي عفوية انتزعت المركز الأول وسيطرة سيطرة تامة. تهانينا والناموس. أما في ثاني المراكز في هذه اللحظات اللي واصلة في ثاني المراكز واصلة في ثاني المراكز في هذه اللحظات رقم أربعة هذه الشاهينية للسيد محمد الحسن عبد الله الشكري في ثالث المراكز. العفريت للسيد صديق الشريف اللحوي ثالث المراكز. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفايزين.